اللحم غالي بزاف، باش بالنسبه ليا باش نشريه غالي بزاف، باش اللحم 90 درهم 100 درهم ما في استطاعتناش، فهمتي؟ كمواطن راه ما في استطاعتناش. هو الدجاج اللي تنقولوا الدجاج هو اللي تيقدر شويه يدير، حتى هو غالي، بيبي حتى هو غالي، فهمت؟ الاسعار بزاف، الدرويش ما بقاش عنده ما ياكل، باش نكونوا واقعيين، بالنسبه للدرويش راه ما بقاش يقد على اللحم. القدره الشرائيه دابا حنا ناس يجوا عندنا تيقول لك الدجاج ما بقاتش عندنا القدره باش نشريوه. داك الدجاج اللي كنا طامعين فيه دراوش وداك الشيء ما بقاش الدجاج ديال الدراوش، الدجاج ولا تا هو الناس ديال اللي عنده راه يشري. والله العظيم انا على حسب غلا هما تيقولوا باللي راه الحال سخون، ولكن هذاك الشيء ما يمكنش تقول لي باللي الحال سخون هو اللي غادي يغلي. القدره الشرائيه عند الناس ضعيفه، الاسواق انت كتشوف دابا بعينك انت باللي المستهلك ما بقاش قد يدخل عندك. القزار راه تيذبح دابا واحد الحاجه قليله ما تيتباعش ليه، فهمتيني؟ وبالنسبه لغلاء الاسعار، غلاء الاسعار راه اي درويش دابا ولا عارف باللي راه هذاك الشيء غير شوف ما ناكلوش، علاش ناكلو ب 90 درهم؟ ما ناكلوش ب 90 درهم ما في استطاعتيش باش فهمت القدره الشرائيه ديالي. انا شحال بغيت نصور انا باش نشري كيلو ديال اللحم؟ انا عندي انا الجوليدات، عندي والدي، عندي خوتي، كيلو ديال اللحم ما غيكفانيش 90 درهم، 90 درهم اش بغيت نصور انا في النهار؟ كونوا واقعيين. شحال هذا ما شرينا اخويا على اللحم، لا وما نكذبوا على الله، شرينا غير تنشرو غير الدجاج بحال هكا. بيبي تا الدجاج غالي، بيبي غالي، كلشي غالي، ما حقاش ما كاينه لا مراقبه لا والو. كاين القزاري تتصيب يدير 18 100، 19 100، كاين القزاري تتصيب يدير 14 100، 15 100، وتيقول لك انا مزيان ليا، وواحد تيقول لك لا، حقاش ما كاين لا مراقبه لا والو. وماشي غير اللحم اللي غالي، كلشي غالي، راه غاليه الخضره، غالي، زادوا في الزيت، زيدوا في اي، لا ما كاين لا خساره لا والو عند القزار، الخساره هي عند المواطن. كل شيء غالي، اللحم غالي، اي حاجه غاليه. باش غالي هذا القزار عنده اللحم؟ واحد هذه الايام دير ذبح مع طربات العجوله في نهار 27، باعهم كم؟ باعهم 14 100 ولا 15 100 وبخير. ومشينا حنا والبارح نيت قلنا شحال اللحم؟ قال لك 18 100، زادت 20 درهم، الماعز داير 2200 ني داير. هادشي بزاف، ماشي غير الدجاج، حتى هو كذلك غالي، كلشي غالي.